بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، رؤساء الفرق العلمية، السادة رؤساء الوفود، الإخوة الضيوف الكرام، الآباء والأمهات، الطلبة الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أولمبياد مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياضيات وفي الفيزياء هي إحدى المسابقات الهامة بمنطقة الخليج، وواحدة من أهم برامج المكتب المستمرة، والتي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في هذين المجالين، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بالتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب. الآن كلمة معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين.
سعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، أصحاب السعادة وكلاء الوزارة، السادة رؤساء اللجان العلمية، بناتي وأبنائي الطلبة والطالبات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فليس كالرياضي فضاء يجمع الأفئدة على مائدة العلم ويبعث في النفوس طمأنينة الزمان وهيبة المكان حين يصبح التعلم غاية والانتماء فرض عين لا كفاية. فإذا كان للرياضيات والفيزياء قصب السبق في بناء العقول، فإن للرياض نول الجمال في نسج المهج وصقل القلوب في سبيل تتويج الطامحين إلى التفرد في الأداء ومهر الجامحين إلى التميز في العطاء. الحضور الكريم، يأتي هذا الأولمبياد في دورته السادسة للرياضيات والثانية للفيزياء بعد أيام قليلة من تنفيذ مهرجان المناهزات الثاني للغة العربية في المركز التربوي للغة العربية في الشارقة العامرة، وبعد أيام من احتفالية تكريم المتفوقين من طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء في مسقط الزاهرة. وما هذا الجود في الأنشطة التي ينفذها المكتب إلا ثمرة للرؤى والجهود وتنفيذا لهدفه الاستراتيجي الذي ينص على تنمية النشء وتعزيز قيم المواطنة، ويتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج الموجهة للعناية بالشباب في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والكشفية. بناتي وأبنائي المتنافسين، اسمعوا يا شباب هذا الكلام، فخرنا بكم كبير واعتزازنا بكم أكبر، لأنكم تمثلون نخبة الأبناء والبنات، ولن يفوتنا القول إنكم اليوم جميعاً فائزون. ألم تفوزوا باختيار دولكم لكم؟ ألم تأتوا إلى هنا وفي قلوبكم كل معاني الولاء والانتماء لأوطانكم وأمتكم؟ ولعمري فإن ذلك كل معنى الفوز، ولعمري فإن في ذلك كل معنى للفوز، حتى قبل أن تقفوا على أسئلة علمية تتميزون عن أقرانكم بأنكم الأقدر على التصدي لها والأجدر أن تعملوا عقولكم في وضع حلولها. مرة أخرى أؤكد على أن هذا الأولمبياد ليس مسابقة بين الدول على الإطلاق، وإنما هو منافسة بين طلبة ينتمون جميعاً إلى وطن واحد هو هذا الخليج العربي الذي هو جزء من وطن عربي كبير. وإذا كان لابد للنتائج من فرض ترتيب وتحديد لمن يفوزون بالميداليات، فإن ذلك لا يعني أن الفوارق الإدراكية والعقلية بينكم ذات معنى، ولكن المتغير الأكبر في مثل هذه المسابقات يكمن في التدرب عليها والتحضير لها وحسن تناولها، إذ كلما زادت جرعات التدريب زادت احتمالات التقدم في الترتيب. لذلك نوجه الدعوة للقائمين على الإعداد والتعليم أن يكثفوا جرعات التدريب للطلبة من الآن استعداداً للأولمبياد القادمة بإذن الله. وفي هذا الموقف التكريمي لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لقيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز احفظه الله على ما توليه المملكة من دعم ورعاية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، كما وأتوجه بالشكر والتحية لقادتنا الأجلاء في الدول الأعضاء بالمكتب ولجميع العاملين في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء. شكراً أخي سعادة وكيل الوزارة على هذه الرعاية الحانية، والشكر موصول للفريق العلمي على هذا العمق والتوازن في وضع وإجراء الاختبار. شكراً بناتي وأبنائي على هذا الحضور الجميل للعقول الوارفة الذكاء. شكراً لفريق العمل ولكل من أسهم في إنجاح هذه الأولمبياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتأتي المنافسة السنوية لتضفي علينا مزيداً من اليقين بقدرات أبنائنا ومزيداً من الإيمان بقيمة الأداء المتفرد والعطاء المتميز. الآن نشاهد لقطات من لقاء الإبداع والتميز للمشاركين في الأولمبياد. لقد حرص مكتب التربية العربي لدول الخليج أن ينفذ الأولمبياد بأرقى المعايير والمقاييس الدولية، فكانت الاستعانة بالخبراء الدوليين المعروفين بباعهم وتميزهم في هذا المجال. الكلمة الآن لسعادة رئيس الفريق العلمي لأولمبياد الرياضيات الخليجي GMO البروفيسور جيف سميث، أستاذ الرياضيات في جامعة باث في بريطانيا ورئيس أولمبياد الرياضيات العالمي IMO، فليتفضل مشكورا. So good morning, everybody, and I apologize for speaking in English. Do I have a translator? Do I have a translator? I think I do. So this is my friend and colleague, Mohamed El Tom, from the Academic Committee. Very good. So this is the sixth edition of the Gulf Mathematical Olympiad, and I think the our younger competition, the Physics Olympiad, is joining us too. السلام عليكم. هذه هي النسخة السادسة لمنافسة أولمبياد الرياضيات، وهي النسخة الثانية بالنسبة لزملائنا في الفيزياء. I want to thank everybody for their extreme helpfulness and the wonderful conditions under which we have been working. الشكر موصول لجميع الزملاء الذين ساعدونا كثيرا وهيئوا لنا بيئة تسمح بالعمل المثمر والجاد.
And I would like to support very much the remarks of Dr. Alkani concerning the importance of developing training for these events. An Olympiad competition is a wonderful thing, and I hope very much that you enjoyed the papers. But it's also true that it would be much better if many more children were involved and that there were a huge effort to develop interest in STEM subjects in all of your countries. أشكر المعالي السيد المدير العام علي القرني لملاحظاته وتركيزه على أهمية التدريب والإعداد الجيد لمنافسة الأولمبياد الرياضيات، وهذه المنافسة هي شيء ممتاز وتفيد جميع المشاركين فيها. But this competition is really about the students, and I congratulate you so much for your performance in this competition. The standard of the students gets better every year, and I am so pleased about this. Congratulations. يبدو أنكم ما محتاجين لترجمة لأنه صفقت فأهمي كل شيء، ولكن هو شكر تحديداً الطلاب المشاركين وأثنى على التحسن في مستوى الأداء ويتمنى للجميع منافسة أجمل المرة القادمة. شكراً. وامتداداً لدور الخبراء الدوليين، يسعدنا أن تكون الكلمة الآن لسعادة رئيس الفريق العلمي لأولمبياد الفيزياء الخليجي GPHO البروفيسور جان كالدا، أستاذ الفيزياء في جامعة تالين للتكنولوجيا ورئيس فريق إستونيا في أولمبياد الفيزياء العالمي IPHO، فليتفضل مشكوراً. Dear dignitaries, dear leaders and students, the second GPHO is coming to an end, and our deepest appreciation goes to bringing forth this fascinating event goes to Dr. Ali Alkarni, Arabic Bureau of Education for the Gulf States, and to all the ministries of Arabic Gulf countries. Thank you very much. But we must not forget the students and leaders. The success of Olympiad would not have been possible without you, without the contribution of every one of you. Thank you also. Dear students, if you won a medal today, of course you are happy. Or if you didn't get the medal, or maybe you wanted to have a better result, don't be disappointed, because this is only the first step in your way, in your life. And there will be many more opportunities for you to show your excellence in physics. In this Olympiad, if this Olympiad managed to show that physics is fun, and if it makes some of you thinking that maybe it is worth becoming physicist, then this Olympiad had fulfilled its purpose. So why do I think that physics is the best possible profession? This is because, because if you get a degree in physics, you will be able to work everywhere, not only physics. Because physics is not only solving equations and studying the laws of nature, but is first of all, it is a way of thinking. once you are fluent in this way of thinking, then you will be able to solve problems not only related to physics, but in many more fields using your approach. Second, if you become a physicist, your job is also your hobby. So my recommendation for you is get the best possible education.
in the best universities of the world, and then come back. Don't forget your home country. Come back, and once you are smart enough, and help educating young guys like yourself. Thank you. عذرا سأقوم بترجمة لبعض ما جاء في كلمة البروفيسور يان كالدا. أصحاب المعالي والفخامة والسعادة، السادة قادة الفرق، أعزائي الطلبة، يقترب أولمبياد الفيزياء الثاني من الانتهاء. نعبر عن شكرنا الكبير لهذا الحدث الرائع والذي يعود فضل تنظيمه للدكتور علي القرني ومكتب التربية لدول مجلس التعاون الخليجي ووزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي. شكراً لكم جميعاً، ويتوجب أن لا ننسى الطلبة وقادة الفرق، ونجاح الأولمبياد يكون بتضافر جميع جهود الجميع. أعزائي الطلبة، إذا فزتم بميدالية هذا اليوم فسوف تكونون سعداء، وسيفتح لكم الأولمبياد تحديات جديدة، لكن إن لم تفوزوا فسوف يكون لديكم فرصاً أخرى كثيرة. إذا نجح الأولمبياد بجعلكم تشعرون أن الفيزياء هي متعة، ونجح في جعلكم تفكرون بدراسة الفيزياء، نكون قد حققنا أهدافنا. لماذا نعتبر الفيزياء أفضل مهنة؟ أولاً، إذا حصلت على درجة في الفيزياء فسوف تكون لديك الفرصة للعمل في أي مكان، لأن الفيزياء ليست فقط دراسة معادلات وقوانين، إنما هي طريقة تفكير. عندما تكون متميزاً في الفيزياء فسوف تكون لديك فرصة، فسوف تكون لديك أفكار لحل جميع المسائل حتى البعيدة عن الفيزياء. ثانياً، إذا كنت فيزيائياً فإن عملك سيكون هو هوايتك. أنصحكم أن تحصلوا على أفضل تعليم في أفضل جامعات، لكن لا تنسوا بلدانكم. عندما تصبحون أكفاء بما فيه الكفاية، عودوا إلى أوطانكم وساعدوا في تعليم الموهوبين أمثالكم. حظاً سعيداً للجميع، وشكراً. ولبراعم الخليج العربي فرحتهم في هذه المناسبة السعيدة، لقد أبوا إلا أن يشاركوا حفلكم بفقرة فنية يجسدون فيها روح الأسرة الخليجية الواحدة التي يلتئم شملها دائماً في مكتب التربية العربي لدول الخليج. أما الآن مع أوبريت الخليج.
حين تكون الكلمة للمشاركين للتعبير عن شعورهم نستمع ونستمتع ونفرح لفرحهم ونسعد بكلماتهم ونتمنى لهم دوام التميز والإبداع. مع كلمة الطلبة المشاركين تلقيها الطالبة جود بن توفيق الصالح من المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، سعادة الدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أصحاب السعادة، أولياء الأمور الأفاضل، أيها الحفل الكريم، أخواتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما شرفني أخواتي وإخواني الطلبة بالتحدث باسمهم إلى جمعكم الكريم، استشعرت أنني أمام مهمة صعبة لا تسعفني فيها الكلمات كي أعبر عما يجيش في نفوسنا من مشاعر نحو هذه المناسبة التي جمعتنا، وتلك اللحظات السعيدة التي عشناها في أسرة واحدة في منافسة علمية بيننا نحن الأشقاء، تلك الأسرة التي جمعها مكتب التربية العربي لدول الخليج في رحاب العلم وميادين المعرفة وحقول التربية والثقافة. فشكراً جزيلاً للمكتب الذي هيأ لنا هذه الفرصة وأتاح لنا هذا المناخ التربوي من التنافس، لنؤكد لكم أن أبناءكم وبناتكم في دول الخليج العربي يمتلكون بفضل الله مقومات الإبداع والتميز، وقادرون بعون الله على الأخذ بناصية العلوم لتحقيق طموحات أوطاننا في التطور والنهضة والتقدم، وقادرون بكل فخر واعتزاز على تجسيد معاني اللحمة الخليجية شعوراً في وجدانهم وسلوكاً في أفعالهم. وفي هذه المناسبة يشرفنا نحن أبناء الخليج العربي أن نرفع من التقدير أعلاه ومن الثناء أسماه إلى آبائنا الكرام قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، الذين جعلوا التعليم في قمة اهتماماتهم من أجل إعدادنا للمستقبل. ونعاهد الله ثم نعاهدهم على أن يروا منا ما يحقق آمال أوطاننا في مستقبل أكثر إشراقاً بقياداتهم الحكيمة ورؤاهم السديدة. أيها الحفل الكريم، نشهدكم أننا نتوجه بالشكر والتقدير إلى معلمينا ومعلماتنا الكرام على ما يؤدونه من رسالة نحونا، وإلى أسرنا الساهرة على تربيتنا الحريصة على تيسير الطريق أمامنا لتحقيق التفوق والنبوغ. والشكر لكل من أحاط لقاءنا التنافسي هذا باهتمامه وأسهم فيه بفكره وشمله برعايته. والشكر لكم أيها الجمع المبارك، وأنتم شاركتمونا فرحتنا في هذه المناسبة التي ستبقى في أعطر ذكرياتنا ما حيينا. فشكراً جزيلاً لكم معالي الدكتور علي القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعدها من مناسبة وما أعزها من لحظات تلك التي نلتقي في رحابها لتكريم الإبداع والمبدعين في مجالي الرياضيات والفيزياء. اليوم حيث يلتقي التميز
بالتكريم، فيرقان معا حقلا من الفرح، ويملأان مروجا من البهجة والعطاء، مع كلمة راعي الحفل وزير التعليم يلقيها بالنيابة الدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أصحاب السعادة، وكلاء الوزارة، أصحاب السعادة، مدراء العموم، الإخوة والأخوات الحضور، الطلاب والطالبات، our respected guests from Britain, Holland and Estonia. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من بالغ سعادتي أن أنقل إليكم تحيات صاحب المعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، الذي كان حريصاً على حضور حفلكم المبارك لولا ارتباطات مسبقة لمعاليه، وهو يشارككم فرحة الفوز ويشد على أيديكم لتحقيق المزيد من التفوق والنبوغ والسير على دروب التميز والإبداع في ميادين العلم والمعرفة. أيها الإخوة والأخوات، إن ميادين التنافس كثيرة ومتعددة، وأفضلها وأجلها تلك التي تكون في حقول العلم وميادين المعرفة، لما تضيفه من على الفكر والسلوك من محاسن وإيجابيات. وقد أصاب مكتب التربية العربي لدول الخليج غايات مهمة في التربية، حين جعل من الرياضيات والفيزياء ميداناً للمنافسة بين أبنائه، فلا يخفى على العاملين في التربية والمهتمين بها ما تحدثه الرياضيات والعلوم في فكر الناشئة وسلوكهم من تنظيم للفكر وموضوعية في الأحكام وإبداع في التفكير. وإننا أيها الإخوة والأخوات ندرك في المملكة العربية السعودية الأهمية القصوى للعلم والمعرفة، ونقدر قيمة الأولمبياد، فهي تتسق مع جهودنا في وزارة التعليم لتحقيق ما نسعى إليه لتجسيد رؤية المملكة 2030 والاستجابة لتوجهاتها التي تضمنت فيما تضمنت أهمية ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا وبناتنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، وإكساب الطالب والطالبة المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، كما أكدت على تمكين الطلاب من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي. وأكدت أيضاً الرؤية أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصيات وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله. وفي هذه المناسبة الطيبة نرفع أسماء آيات الشكر والثناء لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي العهد يحفظهم الله، على ما يحيطون به التعليم من رعاية واهتمام حتى تتبوأ بلادنا مكانها اللائق بين الأمم. أيها الحفل الكريم، إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تسعد أيما سعادة حين تحتضن أولمبياد الرياضيات والفيزياء، وتنظر إلى فلذات الأكباد من الطلاب والطالبات الذين شاركوا في الأولمبياد على أنهم جميعاً قد كسبوا شرف التنافس وعاشوا مناخ الأسرة الخليجية الواحدة التي يتشرفون بالانتماء إليها، وجسدوا ذلك في سلوكهم وأفعالهم، فسارت الأولمبياد كما خطط لها في بيئة تنافسية علمية، وأجدها مناسبة طيبة لأتوجه بالشكر إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج
الذي وجد منذ أكثر من 4 عقود ليكون مظلتنا في التعاون التربوي المشترك، وليكون بيتنا الذي يجمع أبناء الخليج في برامج ونشاطات هادفة تنمي معارفهم ومهاراتهم وتستكشف مواهبهم وإبداعاتهم وتستحث طاقاتهم وإمكاناتهم لتحقيق المزيد من التفوق والنبوغ للوصول لما يدين المنافسة العالمية. إننا نثق فيكم أيها الطلبة والطالبات، إنكم بوقوفكم على الدرب العلمي الصحيح قادرون بعون الله تعالى على النبوغ والإبداع وعلى استعادة أمجاد علماء العرب والمسلمين الذين أثروا الحضارة العالمية بعطائهم المتميز واكتشافاتهم ومخترعاتهم في ميادين العلوم المختلفة. فشكراً لكم أيها المتنافسون، وشكراً لكل من أسهم في إعدادكم وتأهيلكم في مدارسكم وأسركم، وأكرر شكري لمكتب التربية العربي لدول الخليج واللجنة العلمية القائمة على الأولمبياد ولكل من شارك فيه، ولكم أيها الحضور الكريم كل المودة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويحين موعد التكريم للفائزين في هذه المنافسات العلمية، فتمتد الأيادي لتبارك أبناءنا وبناتنا. الآن يتفضل سعادة الدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج لتكريم الفرق العلمية وأبنائنا وبناتنا. أولاً، الفريق العلمي في أولمبياد الفيزياء والرياضيات. نبدأ مع فريق الرياضيات. الأستاذ الدكتور جيف سميث رئيس الفريق العلمي لأولمبياد الرياضيات الخليجي. الأستاذ الدكتور محمد عسيلة. الدكتور ساندور دبوس. الأستاذ الدكتور محمد التوم. الأستاذ سالم عبد الله النعيمي. الأستاذ سلامة سعيد المزروعي. الدكتورة هدى محمد العوضي.
الأستاذ بدر عطية علي. الأستاذة إيمان يوسف المنصور. الأستاذ حسن نوح المهنا. الأستاذة شيخة بنت مقرن الشيخ. الأستاذ وليد فهاد الجابري. الأستاذة عائشة بنت محمد السلطية. الأستاذة ثريا بنت سيف العامرية. الأستاذة ماجدة محمد درويش. الأستاذة مها علي السعدي. الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المرشد. أما الآن فمع الفريق العلمي في أولمبياد الفيزياء البروفيسور جان كالدا رئيس الفريق العلمي لأولمبياد الفيزياء الخليجي. الدكتور عماد جابر. الأستاذ زيدان محمود زيدان. الأستاذة نورة سعيد الشحي. الأستاذة منال محمد ناصر. الأستاذ محمد حسن حبيب. الأستاذ جعفر إبراهيم الطعان.
الأستاذ ناصر حسن العبيدلي، الأستاذ محمود محمد الحمادي، الأستاذ محمد بن سعيد بارزيق، الأستاذ عيسى سليمان الفيفي، الأستاذ نبيل بن سيف الحبسي، الأستاذة منيرة بنت عيسى البرام، الأستاذة رندا برهان الشيخ محمود، الأستاذ أسامة السيد، الفائزون بالميداليات البرونزية: أولاً إشهاب فاضل الشهابي، الثاني حسين خالد السبتي، الثالث أمينة عبد العزيز المنصوري، الرابع عبد الله سالم الجابري، الخامس سعيد ناصر المزاحي، جمانة بنت محمد الراسبية، شذا حمد الريامية، راشد جمال عبد الرحمن، رياب بنت خليفة الحجرية، أحمد عبد الله الملا،
رحاب سالم الحكمانية. إبراهيم جعفر أحمد. منصور خالد سريع. ناصر خلف البوعينين. حبيب جعفر عبد الرضا. حسين محمد شعبان. هؤلاء الفائزون بالميداليات البرونزية في الرياضيات. شكرا. أما الآن فليتفضل البروفيسور جان كيلدا لتسليم أسماء الفائزين بالميداليات البرونزية في الفيزياء. الفائزون بالميداليات البرونزية بالفيزياء: حمزة محمد المالكي، آمنة راشد الخميري، عمر محمد داغي، حسين حسن شالواني، فاطمة أحمد السلامي، نواف أحمد الحوسني، يوسف بدر العنزي، مرشد بن خادم الراشدي، رؤى بنت بدر الفارسية، علي عزام العريض، إذا اكتملوا الفائزين بالميداليات البرونزية بالفيزياء. شكرا. أما الآن الفائزون بالميداليات الفضية في الرياضيات، يتفضل البروفيسور جيف سيمث لتسليم أسماء الفائزين. الفائزون بالميداليات الفضية في الرياضيات: جود توفيق صالح، مهدي محمد بو علي، زياد الوليد الجعلي،
سلطان بن سيف الحبسي، مثايل راشد النعيمي، بشرى سعيد الظناحي أو الظنحاني، عمر عماد المطوع، عليا شاكر البرطي، شكرا. أما الآن يتفضل البروفيسور جان كيلدا لتسليم أسماء الفائزين بالميداليات الفضية في الفيزياء. الفائزون بالميداليات الفضية في الفيزياء: معاذ حسن فيومي، خالد عبد الله أبو جبري، محمد عبد الله اليماحي، قاسم طاهر الصائغ، ولاء بنت خالد السيابية. شكرا. أما الآن فليتفضل البروفيسور جيف سميث لتسليم أسماء الفائزين بالميداليات الذهبية بالرياضيات. الفائزون بالميداليات الذهبية في الرياضيات: إبراهيم موفق أبو غرارة، أسعد حامد صالح، عمر جمال عمر، شكراً.
أما الآن فليتفضل البروفيسور جان كيلدا لتسليم أسماء الفائزين بالميداليات الذهبية في الفيزياء. الفائزون بالميداليات الذهبية بالفيزياء: غادة محمد الشعلان، غسان عبد الغفار الجاوي، نبارك بالتأكيد للطلاب والطالبات هذا التكريم. والآن يتشرف معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بتقديم درع تذكاري لمعالي وزير التعليم راعي الحفل يتسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين. أما الآن فيتشرف الطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات البرونزية والفضية والذهبية في مجالي الرياضيات والفيزياء بالتقاط الصور التذكارية مع مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج وأيضاً مع سعادة الوكيل وزارة التعليم للبنين. We'll be right back.